اولا بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لنا مباراه كانت مهمه، جات من بعد فتره ديال التوقف طويل. طبيعة الحال كنا تنتظروا بان غيكون عندنا مشكل في التنافسيه، طلبنا من اللاعبين انهم يكونوا اكثر تركيز مع بدايه المباراه، لان الدخول في اطوار مباراه تطلب وقت، خاصه لان فتره ديال التوقف كانت طويله. وبالتالي رغم ذلك ارتكبنا بعض الاخطاء في الاول عادي، لان ارضيه الملعب ما ساعدتناش. ثم ان تنعرفوا اتحاد طنجة بانه فريق تلعب كثير على استرجاع الكره ثم المباغته، وبالتالي ارتكبنا اخطاء. تنظن بان ادينا على في ضربه جزاء. طلبنا من اللاعبين في الشوط الثاني ان نكونوا اكثر هدوء ونلعبوا اللعب ديالنا. الحمد لله استطعنا ان نسجلوا التعادل بالطريقه اللي تنشتغلوا عليها والطريقه اللي تلعبوا بها. بالنسبه لنا الفريق ديالنا كسب واحد الثقه، لان مجموعه ديال المباريات رغم اننا نلعبوا خارج الملعب وتنكونوا متاخرين في النتيجه تنقدروا اننا نرجعوا، وبالتالي هذا كله تيتحسب للاعبين، قوة الشخصيه ديالهم، كل مكتسبات ممكن نبنيو عليهم في المستقبل ان شاء الله. ولكن على العموم تنظن بان التعادل في هذه المباراه منصف للفريقين.